صحبتنا لاعب دولي واحد من أبطالنا المصريين الكبار في لعبة الجمباز الكابتن عمر العربي، وهو أحد أيضا المتأهلين لأولمبياد باريس 2024. صباح الخير عليك كابتن، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور. معلش بقى، عارفين إن احنا عطلناك عن التدريب والمعسكر، يعني لا لا ولا يهمك. المركز الأول والميدالية الذهب في بطولة أفريقيا في المغرب، الميدالية دي إزاي هتكون حافز قوي ليك انك تتألق ايضا في اولمبياد باريس 2024؟ اكيد اكيد اكيد، ونفسنا نعمل حاجه ان شاء الله ما اتعملتش قبل كده في لعبتي، انك تتخانق على انك تدخل فايدلز نهائي، وان شاء الله ربنا يكرم ونتخانق على ميداليه باذن الله كمان. طيب عمر، لو تكلمنا او كابتن عمر قول لي بقى الستايل اللايف ستايل بتاعك قبل البطوله بيختلف عن الحياه بصفه عامه، يعني بيبقى عندك طريقه اكل، طريقه تدريب، طريقه مواعيد في تنسيق كل امورك بقى الحياتيه، ولا الامور بتبقى ماشيه زي ما انت متعود؟ هو بالنسبه للتدريب، هو طول السنه بالنسبه للعبتي بيبقى كتير شويه، بيبقى صبح وبالليل عدد ساعاته كتير، لانك لازم تبقى محافظ على جسمك طول السنه كقوه عضليه، قصدي لان انت بتستخدم عضلاتك كتير قوي في الاجهزه عندنا في الجمباز، فلو لا قدر الله عضلاتك ضعيفه شويه الاصابات بيبقى شيء سهل جدا، والاصابه عندنا لو عطلتك مده حتى قصيره ده مش شيء كويس في لعبتنا. أكيد. فانت دايما لازم يبقى معاك كمان دكتور ثيرابيست ده موجود معانا على طول، عشان لو لا قدر الله يعني حصل اي حاجه صغيره نلحقها قبل ما تكبر. الاتحاد المصري موفر لك ايه فيما يتعلق بهذا الامر، وبتامل ان يحصل ايه في اولمبياد 2024؟ الاتحاد المصري موفر لي الدكتورين، الدكتور عادي للاصابات لا قدر الله لو في حاجه، والثيرابيست معانا 24 ساعه، انا في المركز الاولمبي تقريبا طول السنه. قبل البطولات بنطلع احتكاكات خارجيه كتير جدا، كاسات عالم، احنا كمان استضفنا كاسات عالم هنا في مصر، استضفنا الثلاث كاسات عالم الثلاث سنين اللي فاتوا دول، والحمد لله كانوا في مستوى كويس جدا جدا جدا، واستضفنا اكتر من بطوله دوليه في مصر برضو، فالاحتكاكات دي بتديك خبره اكتر، بتديك ثقه اكتر وانت في البطوله المين ايفنت بتاعك زي البطوله المؤهله، لان انت الجمباز بتتمرن السنه كلها عشان في الاخر تطلع توري جمله للحكام في دقيقه واحده، فالوقعه بعد الشهر ربنا يبعد، الحلم بيضيع. اكيد اكيد، احنا بنتمنى لك كل خير انت وكل بعثتنا ان شاء الله. الكابتن عمر العربي لاعب المنتخب المصري للجمباز والمتاهل لاولمبياد باريس 2024، ربنا يحفظكم ويقويكم ان شاء الله على الفتره الجايه، كل الشكر ليك.